خالد المراكشي مغني ومطرب في المكاف في مراكش. تبارك الله كاين الثمن، جبنا دوره بجينا نشوفوا السوق الاربعاء، لان احنا كل الاربعاء تنجيو نشوفوا الاربعاء وتنجيبوا دوره وتنشوفوا الاحباب، ولكن اليوم جينا شفنا السوق كاين تبارك الله الثمن، ولكن كاين الملح. هذا الشيء علاش؟ لا كاين شويه الثمن على المواطن، كاين شويه الثمن وتبارك الله المليح راه تبارك الله كاين الخروف اللي وصل 7000 8000 فهمتي، ولكن الحمد لله نتمنوا كل شيء عيد ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق والسعاده ان شاء الله. تنترزق الله مع الحباب، تيكرموني باللي قسم الله. السوق مره زين مره ناقص مره على حسب الوقت، كانت الوقت زوينه راه الناس خدامه وكل شيء رايج، كانت الناس الوقت زاكيه راه تتزكى على كل شيء، تيكون السوق مروج، تيكون الناس فيه عامر، الناس تتقدى بهيمات، تجي تجيب دويره في السوق تجيب وليداتها، ما تلقاش مع الخوت ما تلقى حتى شي مشكل، عايشه مع الحباب تيكرمونا اللي قسم الله، اللي عنده تيعطينا اللي ما عنده ما تيعطينا، وغادي الحمد لله تنشكروهم. راه واقفين على السوق كل شيء، الناس خدامه بالمعقول، ماشي ما كاينش شي حاجه خايبه، ما تدورش شي حاجه في السوق اللي ما هي هذيك، كل شيء الحمد لله.